عجلات الحمل هذه محملة بالحليب والبيض والدجاج فضلاً عن الطحين، توجهت لمختلف المنافذ التسويقية في بغداد والمحافظات كمرحلة أولى وبأسعار تنافسية بهدف خلق توازن في العرض والطلب وتنوع المواد الغذائية المطروحة في الأسواق. المخازن اليوم مليانة خارج الحصة، عدا الحصة والسلة وتأميناتها لأشهر قادمة، وبواخر الحنطة اللي تنتظر في الميناء. اليوم أقول لك مخازننا مليانة بمواد المدعومة اللي هي السلع الرئيسية وبأرخص حتى من سعر الجملة. تأمين كامل مفردات السلة الغذائية لأربعة أشهر متتالية ومليون طن من الحنطة. وبالجهة الأخرى لدينا الآن الخطوة التجارية التي نعمل من خلالها رفض كميات كبيرة من المواد الغذائية للسوق المحلية واستهداف المناطق الفقيرة والمناطق الهشة بهذه المواد. مخازن وزارة التجارة ممتلئة بشكل كامل بمواد البطاقة التموينية، إذ إن الوزارة ستجهز المواطنين بمواد إضافية قبل حلول شهر رمضان للسيطرة على أسعار المواد في السوق، وهو ما عد تحولا حقيقيا في نمط إيصال المواد وكمها ونوعها. الحنطة في هذا الشهر دخلت الآن تقريبا 6 بواخر محملة ب 300 ألف طن من أجود الملاشئ العالمية، فلا خوف إن شاء الله سوف تستمر حتى وإن استقر وضع السوق. سعر طبقة البيض اليوم 4500، وسعر كيلو الدجاج 3000، وأيضا الحليب لتر واحد ب 1000، وأيضا مادة الطحين 50 كيلو ب 37000، أسعار كلش مناسبة. المرحلة المقبلة ستشهد زيادة أعداد المنافذ التسويقية باعتماد وكلاء المواد التموينية في المناطق، فضلا عن تجهيز الأفران بالطحين، خصوصا وإن الموانئ استقبلت آلاف الأطنان من المواد التموينية لغرض توزيعها على المواطنين. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.